خارجة وداك خارجة مع خارجة من الدار غدا مسخرة ويدوز من داز عليا بيكو داز لي على فخدي داز لي على فخدي من هنايا دازو عليا الروايد بجوج مع بيت نوض يتواجد لي رجلي كاملة وهي طيح. خويا كان كيبا ما كان ما عطاوش الورقه باش يبات باش يبات معايا كان بات بوحدي كان غوت لبي حتى شي حاجه ما كانش اللي قربها ليا كيبا طفي الجرد هما داروا لي الحديده من عندهم عرفت من عندهم في السبيطار وقالوا لي ما نعطوك السيرتيفيك ديال الحديد بلا راكي دايريها باش تبيع هاد المحامي وداك الشيء ما عطاوها لي قال لي تتخلصي وخا درت الحديد وما عرفتش شحال دازت وكيبقى يجي عندي الطب واحد الطبيب كيقول لي مازال ما جديتش الحديد كنقول ليه لا كيقول لي تجيب ما تاخذيش الورقه الخيط مخيطر لي بالسلك وكاع ما حيدتو دابا 20 يوم قالوا لي تما داروا لي العمليه بالاربع قالوا لي الاربع والاربع والاربع حيدي 15 يوم دابا فاتت الاربع دابا 20 يوم مازال ما حيدتوش ودابا ما غنستافد والو دابا تبغيت نمشي نتبع المحامي ولا شي حاجه على حساب هاد الكسيد ما غنستافد حتى حاجه هادشي كامل اللي وقع ليا وغادي نبيع لكن شي مول محسيني وكتشوفوا في حالك الله يرحم لكم الواليد الله يخلي لكم ما عزيز عليكم الله يخرجكم من دار العيب لعيب لما تساعدوا معي كنت خارجة وداك خارجة مع خارجة من الدار غدا مسخرة ويدوز من داز عليا بيكو داز لي على فخدي داز لي على فخدي من هنايا دازو عليا الروايد بجوج مع بيت نوض يتواجد لي رجلي كاملة وهي طيح فاطمة ما عقلتش كي درتي تضربشي خرج فيا كيفاش تخرج فيك زعما كنتي غادي قاطعة وهو جا ضربك بالجوج من غادا دابا هذا هو التيطوار وانا تحت من التيطوار غادا بحال هكايا وخرج فيا دابا الجهة ديال البيكو ماشي كامل خرج ماشي الجهة اللي من ليا فهمتي اللي خرجت لي على هاد الفخاد هذا دازت عليا فهمتي فاش ما عقلتش كيفاش نسيت رجلي عواجد كامل بغيت نوض نوقف ورجلي عواجد طاحت كامل وتنفخت لي من هنا على الشاد جاو عندك الناس جاو خارج والناس ديال الزنقه اللي حدانا هي وجات لابيلانس ديتني قالوا لي داوني للسبيطار ديال اسفي بديك الليله كيدقوا لي برواز بزز وكنبقى نغوط رجلي فيها الستار اللي خلقني وكاع ما داروا لي ما هي حتى حاجه الغد لي اللي قالوا لينا قالوا لي تمشي لمراكش ديري العمليه عمرو لي ورقه مع الصباح وما كانتش عندنا باش نمشيو باش ديني لابيلانس وداروا لي طبيله باش يجمعوا ليا وطلبنا هذاك من لابيلانس وجاب واحد الناس اخرين معنا باش تصايب معنا واحد وليد صغير كان فيه تسمم ولا ما عرفت شنو درت الاكسيده نهار السبت وداوني نهار الحد داوني نهار الحد داوني نهار الحد في عشيه وصلت تمايا لحد فاشي بالليل وبت تما في لي رجونس في مراكش ونهار اثنين اللي طلعوني الفوق واثنين والثلاث ولا اربعه كيجوا عندي نهار اثنين جا عندي الطبيب كيقول لي الحديد عطاونا ورقه الحديد خويا خرج كيقلب 106000 ريال ما عنديش باش نديرو وبقيت اثنين بحقوق مع بالرجل هكاك اثنين وثلاث ولا اربعه اللي نهار الثلاث بالليل جا عندي الطبيب قال لي صومي ونهار الاربعاء داوني ندير العمليه فاش فخدي كامل هذا وجيت ركبتي تاني كاين الغريز 33 غرزة في فخدي وداك تما داك سميتو في ركبتي تا ربعة الغرزات كاين الحديد تا في ركبتي مخيط لي بديك ديال السلك ماشي بيه خيط عادي وعشرين اش خويا كان كيبا ما كان ما عطاوش الورقه باش يبات معايا كان بات بوحدي كان غوت لبي حتى شي حاجه ما كانش اللي قربها ليا كيبا طفي الجرد الورقه ديال هما داروا لي الحديده من عندهم عرفت من عندهم في السبيطار وقالوا لي ما نعطوك السيرتيفيك ديال الحديد بلا راكي دايريها باش تبيع هاد المحامي وداك الشيء
قام عطاوها لي، قال لي تتخلصي. وخد درت الحديد وما عرفتش هدازت، وكيبقى يجي عندي الطبيب، واحد الطبيب كيقول لي مازال مازال ما جديش الحديد، كنقول لي لا، كيقول لي تجيب ما تاخديش الورقة ديال السيرتيفيك ديال الحديد بلي راه دايريه. وهبطوني درت 5 بلايك وحده من ورا وحده، بيهزوني من داك البايص. فاش كيهبطوني كنبقى نغوض، كيهبطوني بزز من البايص للبايص. هادوك الناس اللي ناعسين حدايا هما اللي غسلوا لي من التحت وعاونوني. تكرفصت يا فاطمة تكرفصت حق راضي بزاف، يا الله يلا بزاف. انا قلت مع واحد الفوق ودابا داك سميتو الكرام قاعد كان عليه مول الدارج البارح، دابا مجاش البارح، يقدر غدا يجي على حساب الكرام. ما عندناش باش نخلصو، انا ما عنديش باش نشري ديك البر ديال تخدر الدم. كندقها كل نهار دايره 100 درهم، خاصني 100 درهم كل يومين، فيها جوج، واحد الفانيد وفانيد وتاني اخر. نفس الورقه والوراق كاملين تما بقاو عندهم، عطاوني 3 الورقات، ورقه باش نرجع تما ينقيد عندهم في شهر 11 باش يشوفني تاني الطبيب كي بقيت، ورقه ديال الترويض، وورقه ديال التتبع باش كنت متبع عندهم تما، ورقه باش نحيد الخيط، الخيط مخيط لي بالسلك وكاع ما حيدته. دابا 20 يوم قالوا لي تما، داروا لي العمليه بالاربع، وقالوا لي الاربع والاربع والاربع حيدي 15 يوم. دابا فاتت الاربع، دابا 20 يوم مازال ما حيدتوش، ودابا ما عنديش باش نتبع الورقه ديال السيرتيفيكو والوراق تما كاملين بقاو عندهم. ورقه تاع السيرتيفيكو ما عطاوهاش ليا، ودابا ما غنستافد والو. دابا تلبت نمشي نتبع المحامي ولا شي حاجه على حساب هاد الكسيده، ما نستافد حتى حاجه. هادشي كامل اللي واقع ليا وغادي نضيع. دابا كانت مخشيه خاسينه ليا في البول، حاشاك باش كيدوز ليا البول. كانت كتعمر ليا هادوك كيخوها ليا خويا حاشاك. ودابا تجبدت ولات فاش كيجيني البول، دابا راه نبولة عامرة عندي بالبول، وما كنقدش نبول. فاش كنشد في التيو كنديرها ليها على فمي باش كيخرج لي شوية البول، كيخرج ليا في المنطقة. حاشك تليكوش، ما عندي باش نشريها. أنا قلت لك فاطمة حاليا شنو بغيت؟ بدا اللي عاوني، بدا اللي وقف معايا، مشي طبيب، ومشي طبيب يجي يحيد ليا سميتو. في مرة مقربو لها في المنطقة، وما نبقاش نتعذب داك العذاب. كنولي نغوت كندير هادي في سناني باش ما تسمعش الغوات. كنوجه لك كنشي المحسنين راه كتشوفوا في حالة، الله يرحم لكم الواليد، الله يخلي لكم ما عزيز عليكم، الله يخرجكم من دار العيب لعيب لما تساعدوا معايا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.